استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية، حيث استعرض سموهما جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد سموهما بأن دولنا تتعرض لاستهداف في أمنها واستقرارها واقتصادها، وهذا الاستهداف بدأ يأخذ منحا متصاعدا ستتوازى معه قبضة أمنية محكمة وإجراءات مشددة على مستوى الحدث الإرهابي، فلا مجال للتهاون مع من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين، ومثل هؤلاء ينبذهم المجتمع ولا يقبل لهم مكانا في بحرين الأمن والأمان والتعايش والسلام. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استعرض آخر المستجدات على الساحة العربية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات في الشأن الداخلي العربي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.